principle النهاردة اسمه planning is guessing. يعني عملية ان انت تكتب بلان بيزنس بلان طويلة ده تعتبر عملية تخمين. او يمكن المبدأ ده غريب شوية لان احنا واخدين ان اصلا اهم حاجة لما تيجي تبدأ بيزنس انت بتكتب بلان مثلا 20 صفحة ولا حاجة تبقى عارف كل حاجة بالظبط هتمشي ازاي ولو حصلت مشكلة. وهنا حتى يعني الناس اللي خدت كورسز في البيزنس او درست بيزنس عارفة ان انت ازاي بتكتب سوات اناليسز وازاي الماركتنج انت بتبقى كاتب وعارف عارف بالظبط كل حاجة هتعمل امتى وازاي بيقول ان احنا planning is guessing. الفكرة ان انا عشان اكتب مثلا long term plan لخمس سنين بتعتبر حاجة ان انا مجرد تخمين لان انا مش عارف ظروف الايكونومي هتبقى عاملة ازاي, انا مش عارف ظروف البرودكتس المنافسة هتبقى عاملة ازاي, انا مش عارف الاندستري اللي انا فيها حتى. يعني مثلا اندستري زي السوفت وير او زي الويب احنا عندنا الويب بتتغير كل كام سنة, كان ويب 2.0 مثلا عنده كام سنة المبدأ نفسه فالدنيا بتتغير بسرعة جدا. فممكن يكون long term plans ان انا بحط long term plan مدة خمس سنين مثلا واقرر ان انا في الخمس سنين الجايين دول عارف انا هعمل ايه بالظبط. بس هو المبدأ يمكن انت توافق معايا او تعترض عليه ان انت مش المفروض تعمل long term plan, المفروض ان انت تكون عارف انت هتعمل ايه وعارف هتعمله ازاي, بس دون عارف هتعمله في الشهر الجاي في الاسبوع الجاي وعارف الاندستري وفاهم الاندستري. بس مش شرط ان انت تحط long term plan لان هي مش هتعملها اول حاجة مش هتبص عليها تاني, ممكن الظروف هتتغير فانت لما الظروف تتغير تعتبر ان انت فشلت ان انت خلاص يعني انت كنت حاطط لنفسك حاجات تعملها وما عرفتش تعملها. ده فعلا حقيقي جدا لما تيجي مثلا تشتغل وتحط ان انت مثلا هعمل لونشنج يوم 15 وبعد كده هبني كل الحاجات عليه. الفكره ان انا ممكن لو انا very rigid لو انا يعني لو انا متجمد قوي وانا متصلب ان انا لازم اعمل يوم 15 ممكن اعمل ايه يعني لونشنج وهو الموضوع مش كامل فاحط نفسي في مشاكل بعد كده والدنيا كلها ايه. طب وغير التوليرنس لو انا عندي مثلا ممكن ايه اشيفت الديدلاين شويه ممكن ايه ممكن يبقى عندي الايه البلان بتاعه الاسبوع ده احط مثلا تبقى اسبوعين بدل ما انا حاطط لونج تيرم بلان وريجيد عليه.